بجمهور لم يكن متوقعا وبتسعة أفلام، افتتح المحاصرون في حي الوعر بحمص مهرجان حمص الأول للأفلام التسجيلية، والذي أقيم بمناسبة الاعتصام الشهير للمدينة عام 2011. حضر المشاركون بدفاتر عشاق سراقب وريحان حمص. مهرجان حمص الأفلام التسجيلية عبارة عن مجموعة من الشباب قرروا يصنعوا فكرة بالداخل، فكرة تحرك وتحرض أفكار الشباب المبدعين بمجال التصوير، فيقدموا أفلام وثائقية من صميم أفكارهم ومن صميم همومهم بالداخل. تتألف الفكرة من أفلام رح يصوروا يقدموها للجنة المهرجان. هاي اللجنة حتقوم بتقييم هاي الأفلام ودراستها، ويعلن عن الفائزين الأوائل بحفل خاص طبعا بعد عرض كل الأفلام. ولم يغب نظام الموت عن المناسبة، فقد أصرت قواته على تسجيل حضورها بعديد من القذائف سقطت على الحي خلال أيام المهرجان. مع ذلك نجح المنظمون في تقديم تظاهرة استثنائية في ظرف استثنائي. على مدى ثلاثة أيام غصت القاعة بالمتابعين الشغوفين بالثقافة والجمال، وفي اليوم الأخير تم الإعلان عن نتائج المسابقة وتوزيع شهادات التكريم على المشاركين. فيلم ريحان لمخرجي الحمد لله أخذنا المرتبة الأولى، وشعور بالنصر صغير يعني عبال النصر كبير إن شاء الله. هنا وفي هذه الجغرافيا المحاصرة حضر صناع الثقافة والجمال ليجترحوا فسحة أمل وحياة وينتزعوها من بين مخالب الموت الذي ما زال يجاورهم منذ 4 سنوات.